سلام عليكم. علاش يا بياري ما تحكي على الترجي الرياضي التونسي كان بالباهي؟ برشا برشا تعليقات من نوع هذا. فريق وصل نهائي رابطة الأبطال، فاز بالبطولة التونسية وعنده أفضل إفكتيف في البطولة التونسية. كيفاش باش نحكيوا عليه؟ باش نقولوا مثلا أبهم فريق في تونس، أضعف فريق في تونس، أسوأ فريق في تونس، أفقر فريق في تونس. شنو هي العبارات اللي يلزمنا نحكيوها على الترجي الرياضي التونسي باستثناء انه افضل فريق في تونس؟ لانه العباره اللي تليق بالترجي الرياضي التونسي هي انه افضل فريق في تونس، حب اللي حب وكره اللي كره. او ممنوع من الانتداب خويا، او تمنع من الانتداب، احكي عليه درا. بالنسبه للصفقه الاولى اللي قام بها وهي صفقه بشير بن سعيد، حكينا قلنا انه الصفقه هذه ما تنجمش تكون صفقه فاشله، على خاطر بشير بن سعيد هو الحارس الاول للمنتخب التونسي. لكن قلت الصفقه باش تكون خاطئه ولين بينات الصفقه الثانيه، وهي صفقه ايمن بن محمد الظهير الايسر. في فتره ما اللاعب كان خارق للعاده، تضرب لي جامو كروازي مارتين، الملاعب المستوى نتاعو نزل على المستوى اللي كان يقدم فيه مع الترجي الرياضي التونسي. ملاعبي او الصفقه هذه اللي حكيت عليها 50-50 قادر ينجح 50 قادر يفشل. وكان اداره الترجي الرياضي وما فهموش، وبالدليل شخصين باش نجم نفهم الملاعب هذا باش ينجح ولا باش يفشل، هي اداره الترجي الرياضي ايش عملت له عقد بعام قابل للتجديد. علاش؟ على خاطر ما همش عارفين ينجح ما ينجحش. الحل شنو؟ لاعب حر نجيبه خويا بعام، راه عمره 29 سنة، قادر لو الترجي الرياضي كان متأكد منه انه باش ينجح، 29 سنة قال قليل يعمل له عقد بثلاث سنين، يوفى العقد نتاعو هو عمره 32 سنة، لكن قال لك نعمل له عقد بعام وقابل للتجديد، نشوفه بالعام هذا قادر ينجح نزيده، مش قادر ينجح يمشي على روحه. لذا الصفقتين حكينا عليهم كيف ما يلزم نحكيوا عليهم. فيما يخص صفقة أو فيما يخص منع الانتداب على الترجي الرياضي التونسي، بجاه ربي شوية منطق. قداش تراها المنع هذا؟ المبلغ اللي خلى الترجي الرياضي يتمنع، ما هو متاع ولا النيجيري 12 مليون تعرفش تجيب، راهي تجيب فيسبا بوراقة وسيكونت، زاد فيسبا بوراقة بسيكونت، تجيب لك أوفيتو، تجيب لك نيترو ب 12 مليون بوراقة. يعني أنت تتصور الترجي الرياضي التونسي تمنع من الانتداب على خاطر ما قدرش باش يخلص ال 12 مليون الإيدو، وبعد ما مشى إيدو ما قدرش الترجي الرياضي يخلص هال 12 مليون هذوما باش يترفع عليه منع الانتداب، وقت باش تقولي لا المهم هو تمنع من الانتداب. كيكا نوليو نحكيو في موضوع آخر خويا، لهنا باش تولي عقلية نتاع جماهير فكر بالطريقة هذه، الأندية نتاعها ما هيش باش تنجح. الأندية على خاطر الفرق انه أندية ما قدرتش، وفرق بين فريق ثم إشكال إداري لا أكثر لا أقل. الترجي الرياضي التونسي تمنع من الانتداب، الترجي الرياضي التونسي مش قادر باش يدفع 12 مليون ويرفع المنع، ماهوش قادر. توا بجا ربي بر كريم تعال، كان يمشي واحد الجامعة الفاتحة غادي في الباساج تو يلمهم 12 مليون. سبحان الله، الترجي الرياضي ممنوع من الانتداب، الترجي الرياضي التونسي أسوأ فريق في تونس، الترجي الرياضي التونسي فريق استغفر الله. برا خويا ننتقلوا الموضوع اللي بقى عقلية متاع عباد، كيفاش العقلية اللي ما خلتش الأندية متاعها يعني تتقدم، هو انك تقارن روحك بفريق ناجح بالسلب. لا كي تجي تحكي على آليات النجاح، لا ما تقارنيش بيهم، وربي معاهم أمورهم. يزمك وقت اللي تقارن فريق اللي انت في فترة ما كنت كيفه قرر روحك خوي، قرر روحك باش تقدم، ليه ما تقارنيش؟ وقت اللي يكون ثم موضوع نتاع سلبي، لا وقتها نركزوا كذا وهم هما وحتى هما هم كيف. سبحان الله، الترجي الرياضي التونسي بعد الصفقة الأولى والصفقة الثانية ثم أخبار تقول أنه ثم اتصالات متقدمة بين إدارة الترجي الرياضي التونسي وبين اللاعب الدولي لاعب المنتخب التونسي نعيم السليتي بعد ما انتهى عقده مع فريقه القطري. كلنا نعرف إمكانيات نعيم السليتي، نعيم خلينا نقوله الإمكانيات اللاعب اللي يتمناه كل الفريق أنه يكون موجود في الإفكتيف نتاعو، على خاطر نعيم السليتي ما كان نوعية نتاع الملاعبية. وقت اللي
تتسكر عليك وما تلقاش الحل، اللاعب اللي يلقى لك الحل، اللاعب اللي يكلي معناها في زون صغيرة، في مساحة صغيرة، قادر يفسخ لك زوز وثلاثة ملعبية ويلقى لك الحل بتمريرة، بيجيب لك مخالفة، يجيب لك كورنير، قادر يعني لاعب وقت اللي تتسكر عليك النوعية متاع الملعبية اللي يلقى لك الحل. وشفناه مع المنتخب التونسي، ولو انه الفترة الأخيرة مستواها انزل شوية مقارنة بطبيعة بنعيم أيامات الدرجة الأولى الفرنسية، لكن لو تم الصفقة أكيد باش تكون إيجابية للترجي الرياضي التونسي 100%. حتى نعيم ريت النوعية متاع الملعبية، تقول لي التيرانات متاعنا، ثم نوعية متاع الملعبية يلزم تيرانات باهية باش ينجم يعمل الكنترول وينجم نعيم لي تجيبوا في بطحة رثمة نوعية متاع ملعبية فنان في سقيه، يعني ريت تجيبوا في رادس يقدم لك إضافة، تجيب له في بوعلي، تجيبه يكور في بوعلي الأحوار كيف يبرز، تجيبه في بطحة يبرز، تجيبه في البوك يبرز، تجيبه في سبخة يبرز. النوعية هذه متاع الملعبية كيف ما قلنا صفقة ناجحة يتمناه كل فريق انه يكون موجود في الافكتيف متاعه لو تم الصفقة. وما ثماش علاش باش ما تمش، لانه الانديه اللي يلعب معها نعيم السليتي مقارنه بالترجي الرياضي، البطولات ممكن نمشي معاك، لكن مقارنه الانديه اللي يلعب معها نعيم السليتي بالترجي الرياضي التونسي، الترجي الرياضي وكاس العالم وربيه الابطال والسوبر الافريقي، الترجي الرياضي التونسي افضل منهم من جميع النواحي. الصفقه نعاود نقولها لو تم اضافه للترجي الرياضي التونسي واضافه كيف للبطوله التونسيه، خلينا نستمتعوا بملعبيه في قيمة نعيم سليتي يزينا مشلوح اللي دخلت للبطولة التونسية. ونختموا الحلقة بمعتز الزدام اللي على حسب إذاعة موزاييك فام النادي المصري بورسعيدي لم يعبر حتى الآن عن رغبته في الحصول على خدمات متوسط ميدان الترجي الرياضي. معتز الزدام المعار إلى الفريق المصري بشكل نهائي، الترجي الرياضي التونسي يملك حرية قبول أو رفض شراء عقد معتز الزدام والانتقال بشكل نهائي إلى نادي المصري البورسعيدي. الترجي الرياضي التونسي وافق على تمديد فترة إعارة معتز الزدام إلى المصري البورسعيدي إلى حين انتهاء الدوري المصري في أوت القادم، من ثم سيعود اللعب إلى الترجي الرياضي بحسب اتفاق سابق بين جميع الأطراف. بعد مغادرة أو شبه مغادرة غيلان الشعلالي للترجي الرياضي التونسي، معتز الزدام المكان متاعه ما نجم كان يكون في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، وخاصة بعد المستوى الكبير اللي قدمه مع فريقه البورسعيدي. اللاعب سجل أهداف، تمريرات حاسمة، شفنا معتز الزدام اللي شفناه مع النجم الرياضي الساحلي، ونتصور مع المدرب البرتغالي كاردوزو باش ياخذ فرصته اللي ما خذاهاش مع طارق الثابت ومع اللي قبله. في ختام الحلقة كالعادة البياري مطبخة كمشي يقولكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.